فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستقبلين الشرف. وبعد، ما في سكوت، أسأل الله أن يحفظهم وزادهم الله حرصا. والله الوجود الطيبة دي وجود تجعلنا كأننا في الجنة، المجالس دي مجال الجنة والله العظيم. الذي معلن عليكم الخير هذا، وأشكر كل من يسر لنا هذا الباب وحفظه ورعاه. اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين. يا ربنا يديم علينا المحبة في الله، والله ما عندنا شيء اكسير الحياة فقط أن نرى إخواننا ويكون بيننا محبة في الله جل وعلا، وأن تكون التعاون أحب الله تحتنا فيه يكون التعاون حقا لرفع راية الدين، يعني رفع راية السنة وراية الدين. والله العظيم أقسم بالله، يعني أمثالكم الدنيا بأسرها ستستقيم بأمثالكم، راية السنة ترتفع بكم. فاحملوا الهمة والمهمة، واعلموا أنكم لله عاملين، وعنده يعني موظفين حقا. أنتم وظفتم بهذه الوظيفة العظيمة إجبارا بقى الآن، لأنه من سلك طريق طلب العلم صار فرض عين عليه، ومن تعلم الرمي ثم تركه فليس إيه؟ فليس منه. فلا بد أن تفهموا أن الهم لازم الهدف يكون أعلى وأرقى، وكلما ازددت حرصا وعلم الله منك الحرص أشرقت شمسك وأوكل الله لك المهمة. لأنه أصلا أن يشرفك الله بالعمل له هذا أمر آخر عظيم جدا، وأن يستعملك لنصرة دينه أنت لك حظوة عنده. كم وكم يتمنى أنه يعمل دين الله والله يصده، ليس أهلا لذلك. فأنتم أصلا بهذا الحرص الله جل وعلا يؤهلكم لنصرة الدين، وخير الناس على الإطلاق من استعمله الله جل وعلا لثبات دين الناس. المسألة ليست بالهينة، وجب عليكم يعني أن تفهموا أين موضعكم من الله جل وعلا. يعني أنت إذا تصورت أين أنت من الله، هذا الذي يجعل في قلبك همة والله تدغدغ الجبال، ولا حد يسبقك في حال من الأحوال، والتنافس معك هيكون صعب بالضبط كما حدث مع أبي بكر. التنافس معه صعب جدا حتى ولو كان من الفاروق، حرص شديدا على التنافس مع أبي بكر، حتى انتهت المسألة بأنه لما أتى بشطر المال وقال اليوم أسبق أبا بكر، فجاء أبو بكر بكل ماله. فلما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. ماذا قال عمر؟ قال المسألة انتهت، أنت لا تسبق. فأنتم بالحرص على الوظيفة التي وظفكم الله إياها لا تسبقون، ما فيش تنافس معكم صدقوني. فلذلك أشكر لكم حرصكم، ونسأل الله جل وعلا يجعل ذلك في موازين حسناتكم ويثبتنا وإياكم على الحق. طيب، الكلام هنا على السنة، أصول الفقه. مع احنا قلنا ان الشافعي تأصيلا على ما قال الشافعي بان مدارك الاحكام نص ومعنى، والنص كتاب وسنه، ما تقول كتاب ثم سنه هذا خطأ بين. لكن لنا وجه ان نقول الكتاب والسنه، لنا وجه. وش الوجه الذي لنا؟ الرتبه. لنا وجه بالرتبه، لنا وجه بالرتبه. لكن حقيقه لابد ان نفهم إخواننا الكرام بأن الكتاب ملازم للسنة، يتلازمان لا ينفكان بحال من الأحوال. فالمصدر الثاني للأحكام السنة هو أعظم المصادر نفعا وتأثيرا، لأنه أوسع، لأنه مبين لكتاب الله جل في علاه. طيب، السنة أولا، تعريف السنة لن نتوسع في تعريفه لأننا هنا بنتكلم عن السنة لا على الطريقة الحديثية، على الطريقة الإيش؟ الأصولية.
بنتكلم على مبحث من مباحث السنة عن طريق الأصول. فتعريف السنة لغة، السنة لغة طريقة، سواء كانت حسنة أو سيئة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة من سن سنة سيئة. فهي الطريقة سواء كانت حسنة أو كانت سيئة. نعم، وهذا هو الراجح، لأن أهل اللغة أوردوا السنة على أنها الطريقة بغض النظر عنها، عن صفاتها هي حسنة أو سيئة. وقد قال الأزهري: قال السنة تطلق على الطريقة المحمودة فقط، بدليل قول فلان من أهل السنة. ده وسع في فهمي في هذا الباب، أي من الطريقة المستقيمة المحمودة. وهذا لا يسلم له، لأن هذا تخصيص وتقييد بدون مقيد. أما قولهم فلان من أهل السنة، هذا في عرف أهل الشريعة، يعني هذا خاص في عرف أناس يعني خاصة، وهم أهل إيش؟ أهل الشريعة. ففي عرف أهل الشريعة لما يقولون هذا فلان صاحب سنة، هذا فلان من أهل السنة، يقصدون بذلك أنه مباين لطريقة أهل البدعة، مباين لطريقة أهل البدعة. والصحيح أن السنة كما قلت تطلق على الطريقة، وقد تطلق السنة أيضا على الشريعة، كما قال الله تعالى: سنة الله التي قد خلت في عباده. يعني إيش؟ يعني الشرائع التي شرعها الله جل في علاه للأمم. سنة الله التي قد خلت في عباده، الشريعة التي قد اقتضت يعني في الكفار، لا ينفعهم الإيمان إذا رأوا العذاب. هذه نعم ليست الشريعة، ولكنها السنة الكونية، السنة الكونية، ولكنها أيضا تطلق على الشريعة التي شرعها الله جل في علاه وجعلها على المكلفين. وتطلق السنة أيضا في اللغة ويستدل بها على دوام الفعل، يعني السنة تطلق لغة ويقصد بها الدوام، الديمومة. يعني قد تقول: سننت الماء إذا وليت أتبعت صبه. والمعنى هنا هو السنة هو كل ما داوم عليه صاحبه. أنت تأخذها سنة، يعني تأخذها إيش؟ على الديمومة، على الديمومة. كل هذا في تعريف اللغة. وأيضا قد تطلق السنة في اللغة على المثال المتبع. قال النبغة الذبياني: أبوه قبله وأبو أبيه. قال: بنوا مجد الحياة على إمام، يعني عليه على سنة، على مثال. وأما السنة أعظم تعريفها الآن فيما نحن فيه عند الأصوليين، يرحمكم الله، السنة في الاصطلاح. وإذا قلت السنة في الاصطلاح، يبقى اصطلاح أهل الإيش؟ التخصص الذي نتكلم فيه هنا الآن. يعني لن نتكلم عن السنة عند أهل الحديث، لن نتكلم عن السنة عند أهل العقائد، لن نتكلم عن السنة عند الفقهاء. الكلام خاص بأهل الأصول، لأن ده المدرك الثاني من مدارك الأحكام. السنة اصطلاحا هي كل ما 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 صدر عن النبي أو نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. قف فقط. ليش؟ لأن أهل الأصول يبحثون على التقعيد الكلي، الدليل الذي يقعد لهم القاعدة الكلية. وهذه يبقى إذن أحكام، ليست جوانب حياتية ولا جوانب خلقية. الجوانب التي يبحث عنها الأصولي هو الأدلة التي يقعد عليها القواعد العامة لتستخرج تنزل تحتها جزئيات الفرعية الكثيرة. وهذه لا تكون إلا عن طريق الأحكام، والأحكام تكون إما قولا أو فعلا أو تقريبا. فيبقى إذن المسألة هنا هو ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير القرآن، من قول أو فعل أو تقرير. وهذا تكلف، هذا تكلف، لأنه حقيقة الأمر كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والأحكام فرع عليه التصحيح. ما يقول عن النبي، فما يأتي عن النبي إلا أن يكون صحيح. يبقى كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير القرآن، من قول أو فعل أو تقرير. وهذا عم عبد الباسط، عبد الباسط المنشاوي، انا اسف جدا، ما انا مش واخد بالي بقى، بس كله بي 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 يعني بيحسن لنا في هذا الباب، كل واحد بقى وما يتمنى. انا بحب اسمع عبد الباسط،
امين. الشيخ افسد علينا لا نستطيع ان نسمع غيره. حقيقه الامر انا لا اسمع الا يعني خلاص بلاش سمع احسن بقى هو شو انا عديها عديها. المنشاوي متفق عليه. ها؟ المنشاوي متفق عليه وعبد الباسط متفق عليه. وعبد الباسط اندى صوتا من المنشاوي. المنشاوي بكاء وكله صعايده ما الحسن صعيدي وصعيدي وصعيدي. نفس المركز اللي بنى منوف يا شيخ. عشان كده ما بنسمعوش. الشيخ عباس من نفس المركز. اه طيب شغل مش شايف المركز تاني ومطوحه برضه ممكن رحمه الله عليه. شرف لي يا شيخ. والله شرف وشرف لنا ايضا احنا انك تكون معنا رضي الله عنك يا الصعيد الطيب. صح ان انا اقول البنا السلطان ولا ما ينفعش اقول كده؟ لا هو عامة الجميع على الخير. اذا في الاصطلاح هو ما صدر عن الانسان من غير القران من قول او فعل او تقرير على الأحكام طبعا الشرعية. كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم فكل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا طبعا. يبقى تركنا كل الجوانب الحياتية. كل ما قاله تشريعا يخرج بذلك أنه قال في تأبير النخل وما عليكم أن لا تؤبروا. صحيح. ها هم خدوه في البداية على ذلك أنه واحد لكن هو كان الأمر إيش؟ أنتم أعلم بأمور دنياكم. يبقى ما صدر على النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التشريع في الأحكام رضي الله عنك حفظك ربي يا حازم نفع الله بك حبيبي فتح الله لك أبواب الخير بأسرها وشكر الله لك رحلتك في الطلب. يبقى كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال في الأحكام والأفعال والتقريرات. القول كقول السلام لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. آمين. والفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إذا قام من السجدة الثانية على ما تمسك به الشافعية على أنها إيه؟ سنة مطلقة. والإقرار على ما ورد عن عمار بن ياسر أنه صلى عباد بن بشر صلى والدماء تسيل وهذا وصل للنبي صلى الله عليه وسلم فأقره. وأيضا في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم إقراره إيش؟ إقرار القول أو الفعل أو يعني القول أو الفعل صدر كقول أبي بكر لا إله الله لا يعمد أسد من أسد الله نعم يقتل قتيلا فيعطيك سلبه. قال صدق أقر أبا بكر رضي الله عنه على ما قال إنما القتل قتيلا فله سلبه من قتل قتيلا فله سلبه نعم. فأكون إقرارا في القول أو الفعل أقر أبا بكر في وتره قبل أن ينام وأقر عمر بذلك أيضا. يبقى لنا القول في ما صدر عنه قبل البعثة فإن كل ما صدر عن سلم قبل البعثة لا يسمى إيش؟ سنة. السنة التي تصدر عن سلم حين التشريع وقبل البعثة ما كانت تشريعا. وكل ما صدر على الأنبياء قبله لا يقال فيها سنة الذي جاء من شرعنا ما نعم. إذا كل ما نسب للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير هذا كله هو السنة. هذا كله السنة قول النبي أو فعل النبي أو تقرير النبي هذا السنة عند الأصوليين. ولسنا بصدد الكلام على السنة عند المحدثين ولا عند أهل العقائد. نحن في أهل التخصص الآن
في مسألة الأصول. هم يهتمون بالأحكام التشريعية، الأصوليون يهتمون بالأحكام التشريعية، لذلك من الصفات الخلقية والخلقية لا يعتنون بها، مش لا يعتنون بها زهدا، لا يعتنون بها إيش؟ تقعيدا. هم يريدون التقعيد، والقواعد الكلية لابد أن تكون لها مستند، ومستند القواعد الكلية يكون في الكتاب أو السنة، فيكون من قول أو فعل أو تقرير، من قول أو فعل أو تقرير. يعني إذا أرادوا التقعيد في هذا الباب أن الله ورسوله أنهانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فأكفأوا القدور، أكفأوا القدور بالحمر الأهلية. فهنا يأتي الأصولي لما ينظر في ذلك ماذا يقول؟ يقول الأصولي نهى النبي فسارعوا إلى إيش؟ إلى 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 الكف، فسارعوا إلى الكف. فيقول والقاعدة الكلية أن ظاهر النهي التحريم، ما لم تأتي قرينة تصيره هو حديث أو قولي جاءهم عن النبي صلى الله عليه وسلم صارخ قال إن الله ورسوله ينهيانكم، فقالوا بإذن نهي النبي أو نهي الله جل وعلا على التحريم، ما لم تأتي قرينة تصيره من التحريم إلى القراءة. فدي قاعدة كلية وأخذوها من قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. وأما من فعل النبي صلى الله عليه وسلم يأتون بقاعدة كلية في هذا الباب استقراء، يقولون ورفع اليدين مع كل خفض رفع سنة، يقعدون تقعيدا عاما، رفع اليدين مع كل خفض رفع سنة، وده حصل الحديث بأسر يديات عليه السلام رفع يديه، وإن كان الأئمة الأربعة في على خلاف بينهم يقولون بأنها مواضع إيش؟ مواضع أربعة، لكن ورد أنه رفع يديه بين السجدتين، وعند الرفع من السيدة الثانية القيام يعني، وأيضا ما بين بعد التشهد الأوسط قالوا بالرفع أيضا في هذا الباب. فيقعدون القاعدة عامة باستقراء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أتينا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم كقاعدة كلية لا صحة الصلاة بالدماء يجعلونها قاعدة كلية، ها؟ يعني كل صلاة بأي دماء في أي ثوب تصح، ولا يقال بدرهم وغير درهم وتقدير هذه التقديرات. وهذه على تقرير النبي في إيش؟ حديث عمار وعباد وقول المسعود كما ألمح ذاك البخاري ما زالوا يصلون فيه، على قول الحسن البصري ما زالوا يصلون فيه جراحتين. وفعل عمر بن الخطاب بمجمع من الصحابة أجمعين. أنا أردت فقط أن أضرب مثلا في التقعيد الكلي في إيه؟ بالتقرير، لأن هذا هو عمل الأصوليون، عمل الأصوليين. فالأصوليون يبينون أدلة الأحكام إجمالا، فينظرون إلى السنة من هذا المنطلق، لأنه عايزين أدلة أحكام إجمالا، والتقعيدات فهي مرتبطة ومنوطة بإيش؟ بالقول أو الفعل أو التقرير. هذا المبحث الأول في معرفة السنة تعريفها لغة واصطلاحا، وفي الاصطلاح كما قلنا المهم اصطلاح الأصوليين هي كل ما نسب إلى النبي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية، صح؟ لا، يبقى إذا قف عند التقرير، لأنه المهم عندهم هي أدلة الأحكام إجمالا، يريدون التقعيد الكلي لمسألة تساعد طالب العلم في السير. المبحث الثاني في الكلام على المدرك الثاني ومدارك الأحكام. يعني إيه مدرك الأحكام؟ مما يدرك به الحكم، هذا الدليل اللي فيه كتاب أو سنة، كتاب أو سنة. المبحث الثاني حجية السنة، السنة حجة يجب القبول، قبول السنة والعمل به،
فالسنة كالقرآن صنواني يتلازماني لا ينفكاني. وهذه من الأهمية بمكان في هذا الباب. وطبعا لها مباحث كثيرة في أحاديث الأحاد أو المتواتر، لكن إجمالا قبل أن نفصل بأن السنة، عندما أقول السنة أنا أعي ما أقول، كل السنة توجب العلم كما توجب العمل. السنة عندما أقول السنة توجب العلم كما أقول توجب العمل. وما تقول لي هنا حديث الأحاد، حديث الأحاد يمكن أن نقول له وجه قطعي ووجه إيش؟ ظني. الوجه القطعي هو إيه؟ لا، والوجه القطعي هو إجاب العمل. الواجب القطع الواجب إيجاب العمل، والواجب الظني هو أدلة الثبوت، لكن هو الوجه القطع هو إيجاب العمل. ولأن الله تعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما نهاكم عنه فانتهوا. حجية السنة من الكتاب والسنة والإجماع، بل ومن العقل كما سيأتي. أما من الكتاب فقد قال الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال الله تعالى وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. يبقى إذن وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول هذا أمر، وظهر الأمر ليش الوجوب، هذه دلالة أنه حجة، أنك لو لم يكن فعل النبي أو قول النبي أو تقليل النبي حجة لما أمرك بإيش؟ بطاعته. وقول تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، وهذه دلالة على الحجية هنا في هذا، فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأيضا في قوله تعالى قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فين وجه الدلالة هنا على حجية السنة وسنة إبراهيم يا ناهي في هذه الآية؟ بعيد، خلي بالك، منتزع. ما كان نفي يعني حموت إبراهيم ده هيجيب لي هواء. قال وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخير عيش. قال خير هنا حط 100 خط، يبقى يلزمكم قضاء الله ويلزمكم قضاء الرسول. ها؟ وما يعصي الله، المهم أنه قال يلزمكم هنا الآن. وما كان المؤمن، ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لزينب وطلبها لزيد قالت لا والله لا تزوجه، فنزلت الآية فقالت ما بد سمعت وأطعت فتزوجته، دلالة عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان ملزما لها. ها؟ قال نعم، قالت سمعت وأطعت، قالت سمعت وأطعت. وأيضا في قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، معنى ذلك أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي، والوحي لابد من الأخذ به والسمع والطاعة له. وأيضا قال الله تعالى وأنزل عليك الكتاب والحكمة. طبعا الشافعي يقول أجمع من نعلم من أهل العلم أن الكتاب هو القرآن وأن الحكمة هي سنة، وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وجه الدلالة من الآية. وفي حد جوه بيخبط في حد القطط، هاد صغار بيخبطوا، فين وجه الدلاله؟ ما عشان كده السلك بتاع النت، الاخوه اللي بتلعب جوه ما تلعبش جوه يا حبايبي يا صغار، قبل فضيله تعالوا 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 حبايبي، خليكم بعيد ما تلعبوش جوه، الله يبارك فيكم ما تلعبوا جوه. قبل فضيله تاني ها في هذا الباب، انا عايز افتكر النشيد بتاع قبل فضيله. الله ان الله عز وجل جعل القران والسنه في منزله واحده في الانزال. يا نادر بيقول يا حلاوه. قالوا انزل عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن، هذه سياق ايش؟ سياق المن على النبي صلى الله عليه وسلم، فبين له انه من عليه بالكتاب وقارن معه ايش؟ السنه. وهذا يعضده قوله الا واني قد اوتيت القران ومثله معه واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله. فين بقى وجه الدلاله نادر هنا بقى نادر؟ انت بقى السؤال موجه لنادر. وجه الدلاله في قوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه. ما عرفتش.
حبيبك وراك خليه. نعم بفكر. طيب التعاون انت بالذات تعاون بر والتقوى معاك جائز كاملا. شوف 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 يا شيخ خالد الله معك يا استاذ احمد كمان يا رب يرضى عنك. الصبر هذا عجيب منكم جزاكم الله خير. مش جايبه معاك؟ هو عاوز يجاوب بس لا 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 فكر عرفت يا عم قول. طيب هو ده يفتى ومات في المدينه. بقول لك والله عارفها. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه. امر بالتبليغ. والامر بالتبليغ دلاله على ان المبلغ يجب الاخذ به. اي نعم امر واجب والمبلغ يجب الاخذ به مع الاقتران بالكتاب. صارت ايش؟ صارت الحجه للسنه كالحجه للكتاب. ماشي. لو ايه؟ ما يتلى؟ ممتاز. فهو والاصل في هذا الباب الامر بالتبليغ لما؟ العمل. لا العمل لانه حجه. حجه. فاذا كان المبلغ حجه فالاقتران دل على ذلك انها حجه ايضا. قال الله تعالى رضي الله عنك احمد حفظكم رب جميعا. قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه. والبيان هنا جاءت الادله الاخرى باثبات حجيته انه ايش؟ سنه. لقوله تعالى وانزلنا عليك الكتاب وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل فهنا البيان من السنه صار واجبا الاخذ به لانه قال ثم ان علينا يبقى مع ذلك انها وحي ايضا فعليك الاخذ به. نعم. ومن ذلك ايضا قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. فين وجه الدلاله من هذه الايه؟ فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه ويصيبهم عذاب اليم. وين وجه الدلاله من هذه الايه؟ على حجيه السنه. تفضل يا ماجد. ليس صحيح. ده مرتب كده الكلام. نعم. ماشي. جزاك الله خير. هذا يكون مرتب. في سابق له. الاستدلال سابق له والكلام بتاعه متعجل. فليحذر الذين يخالفون عن أمره قال أمره مضاف. فالأمر مضاف على الله لله جل وعلا يعم. فيعم كل ما جاء عن الله وقد جاء عن الله الكتاب والسنة بقوله ها لا تحرك به لسانك ثم إن علينا بيانه وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. فيبقى ده الأول. بعد ذلك قال إيش؟ ورتب العقاب على مخالفة. ما أنت لازم تبين أصلا أن من أمره السنة أولا ثم بعد ذلك تبين أنه رتب العقاب على مخالفة الأمر. اللي فاهم يرفع إيده. يا لهوي كل دول مش فاهمين. كل دول فاهمين. أوضح أكثر. تحت أمرك أنا تحت أمرك. قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أمر. طيب في الإضافة طبعا نكرة المضافة إيش تعم. طيب المفرد المضاف يعم والنكرة أيضا في ساق النفي تفيد لا في الإثبات تفيد الإطلاق لكن ده مفرد مضاف. فالمفرد المضاف إيش؟ يعم. قال عن أمره أي أمر؟ الكتاب. أجيبوني بس أي أمر؟ الكتاب. ها السنة. يبقى إذن عم الكتاب والسنة ما عم. يبقى إذن لابد أن تثبت عند الاستدلال تثبت أولا طريقة الاستدلال أن عن أمره يعم الكتاب والسنة. طيب قال فليحذر وحذر من المخالفة. يبقى لو خالف الكتاب علمنا بالعقاب ولو خالف السنة
ها يبقى اذا العقاب له، يبقى رتب العقاب عند مخالفة السنة دلالة على ان السنة حج عليه. كده تفهم وجه الدلالة كيف؟ فأحد الذين خلف عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب عذاب أليم. وايضا في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، وقوله تعالى فامنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا. فين بقى وجه الدلالة من هذه الآيتين؟ كل هذه أدلة على ايش؟ على حجية السنة. ودي طبعا عندما اقول حجية السنة لازم تقول عموم حجية السنة. يعني ايه عموم حجية السنة؟ يعني ايه؟ الاحاد المتواتر. ما فيش شيء اسمه ان انا اصلا في العقائد اخذه ببعض واترك ايش؟ بعضا. هذه مصيبة كبرى لمن يعترض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه أدلة بحر بنأتي بها من اجل ان تثبت ان السنة حجة في العقائد وفي الفروع. طيب الآيات هنا فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل. يا أيها الذين أمنوا آمنوا بالله ورسوله. فين وجه الدلالة من الآيتين؟ هات أبو عمر. الإيمان يلزم منه التصديق والإقرار. خطأ مبين، خطأ مبين. أبو عمر مسطول. أنا قلت لكم أبو عمر، أنتم أتيتم بأبي عمر غير أبي عمر. من هذا الرجل؟ من هذا الرجل؟ سترده، سترد هناك. ماشي ها سترى. ليش اصطدم؟ ها ما في معرض الكتاب عشان راح وسابنا. اتفضل يا نايم اتفضل. ها قوم عشان مش سامع. الايمان بالله ورسوله واجب، وعطف على ذلك النور الذي انزلنا والنور قران وسنه. يا سلام يا سلام على البحر الذي نراه، ومع ذلك لم يأتي بوجه الدلالة لغاية دلوقتي. إلى الآن لا يأتي بوجه الدلالة. يا جماعة أيوة هو هذا. وقال آمنوا، آمنوا بالله ورسوله. خلاص؟ طب آمنوا بالله ورسوله تؤمن به إيش؟ رسولا. يبقى تؤمن به مصدقا لما جاء به. وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة يوضحه الآية الثانية والنور الذي والنور ينزل على الكتاب وعلى لأنه قال والنور الذي أنزلنا. هات لي بقى من الكتاب. والله ما قلت لا والله والله ما قلت كده. طب لحظة ها لا والله أقسم بالله ما هو اللي قاله. جابها مش فهلوة إيمانية، مش جاب التقعيد الصحيح الذي أفهم منه إنه فاهم أصوليا كيف يكون حجة. ده لسه الآن بقى أنت ممكن تعترض عليها تقول يوما قال لك أن النور الذي أنزلنا هو الكتاب والسنة، لأنه لما قال فآمنوا وجوبا هو فآمنوا بالله ورسوله، تؤمن بالرسول بكلية الرسول تصديقا برسالته وتصديقا بما جاء به. جاء التفسير هنا والنور الذي أنزلنا. هذه فقط فيها ثلاث وجوه احتجاج وبيان. ده خطأ بين طبعا، لأن أنا سأقول لك هات أصلا آية المائدة تفسر لك ذلك. وش قال؟ أولا وجه الدلالة قال وأنزلنا تنزيل، والتنزيل من مضاف لمن؟ لله جل في علاه، فحجيته من هنا. والنور الذي أنزلنا. هات النور بقى سورة المائدة. هات نور وكتاب ومبين. هات بقى وش النور؟ بعضهم قال النور، ما هو نور وكتاب مبين. لا الآن النور إما يكون الرسول، أو النور يكون هو ما جاء به الرسول وهو السنة. طيب والكتاب المبين هو القرآن. وأنا أقول هذا عطف خاص على هذا، لأن الله سمى كتابه أيضا إيش؟ نورا. لأن الله سمى كتابه في غير موضع من الكتاب نورا. فيبقى الأولى كانت النور الأول أنه إما الرسول وإما السنة التي جاء بها، والحق أنها السنة التي جاء بها. ها الاثنين هو نور أصلا، والأصل فيها النور. فيبقى كده في قوله والنور الذي أنزلنا يعني الكتاب والسنة. ولو قلنا بالمعنى لا خلي النور هو القرآن. طيب ونور القرآن دل على نور آخر وهو بقوله وإن تطيعوه تهتدوا. يبقى ده فعل النور هو لا في هذا الباب. فيكون هذا وجه الدلالة منه. قلت هذا أنت
يعني قول لي يعني صح ده صحيح هو اخطأنا انا لازم اتصرف مع بومر لازم اتصرف مع ايضا من الادلة على حجية السنة قول الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله طب فين بقى وقت الكلام من هذه اسمه بقى اسمر سجله شرقية سجله عشان نعرف وجه الدلالة وين ها قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ها الاتباع أمر هنا قدر وجود ماشي ومحبة الله عز وجل لا تكون إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم هل انت ترى انك اتيت بكليه وجه الدلاله هنا اتبعوني في كل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بالقران والسنه ماشي والامر يقتضي الوجوب ماشي ويلزم من ذلك محبه الله تبارك وتعالى ماشي دكتور لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يكون كاذبا لسه ما اديتش بوجه الدلاله انت بتشرح لي الايه انت تشرح الايه وصنعة التعامل مع الدليل مع أنه هو كلام صحيح بس في شرح الآية عايزين اعمد إلى ما نريد صدر كريم اعمد يا منوفي فاتبعوني أمر بالأمر بالأمر يفيد الوجوب باتباع النبي صلى الله عليه وسلم التي تستوجب محمد الله عز وجل ده ولما نقول بالوجوب يعني أمر ظاهر الأمر فاتبعوني وأبو عمر قال بنفس الكلام يحتاج إلى مزيد لكن جيد شيخنا الله عز وجل علق جواب الشرط علق جواب الشرط محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا محبة الله على اتباعي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم على اتباعي قل إن كنتم تحبون آية الممتحنة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أريد أنا أصلا وجه الدلالة من الآية على على جواب الشرط على تعليق جواب الشرط محبة حذف العمل اعتقد انا سأبين لكم في الجواب كيف انكم اصلا تبعدون النجعة على وجه الدلاله بس ماشي ماشي ممتاز ممتاز شيخنا قل دفاع الامر ام امر الله نبيه بان يامر قومه بالاتباع ممتاز شيخنا اول وجه الدلاله قال فاتبعوني امر امر والثلاثة اتفقوا على هذا الكلام صحيح الظاهر المعمول يؤذن بالعموم فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مأمورون باتباعه الرجل الثاني مفهوم الشرط قال قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني مفهوم مخالفة ان لم تتبعوا لم تكونوا محبين التقعيد الاول الصحيح في هذا الباب نقول حب الله ركن من اركان الايمان ده التقعيد الاول في الاستدلال حب الله ركن من اركان الايمان لا وهنا بقى المحبة لا تكون إلا باتباعه يبقى تحقيق الركن بلازمه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون حب الله ركن من أركان الإيمان واقتال النبي حب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم وقول سلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس والناس أجمعين والناس أجمعين فهذا تحقيق الركن لا يكون إلا بالمتابعة قال فاتبعوني لتحقيق هذا الركن فهذا فيه دلالة واضحة جدا على الإلزام بإيش بالاتباع لتحقيق ركن الإيمان الأعظم وهو محبة الله جل وعلا وهو محبة الله جل وعلا فأخذتم شطر الأمر بالوجوب هذا صحيح لكن التأصيل الأصيل في هذا الباب أن تقيم تصنيف محبة الله هي ركن أركان الإيمان وأيضا محبة الله سلام بذلك وهذه أقوى في الاستدلال هذه أقوى في الاستدلال في الحجية لأنك لن تصل لهذا الركن الذي يعتد به إيمانك إلا به لأنه قال فاتبعوني وحببكم الله يعني علامة محبتكم لله جل وعلا واتباع النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ومن الأدلة أيضا على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إلي أن تواضعوا فلا أبغي أحد على أحد ومثلها قول النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفسه حتى تستوفي أجلها ورزقها فاتقوا الله وأجملوا الطلب فين وجه الشاهد أو السكرين فاتقوا الله وأجملوا الطلب ممتاز وأحسنت خلاص سيأتي بهذا وجه الشاهد أوحي إلي
مفهوم؟ وجه الدلالة؟ يلا وجه الدلالة. ماشي وجه الدلالة؟ الوحي وجب اتباعه. الوحي وجب المهدى به. الوحي وجب اتباعه. وأيضا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أنفي أن أحدكم شبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول انظروا في كتاب الله فمن وافقه أخذنا به وإلا تركناه. فماذا نقول؟ قال: ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله. مع المثلية هنا أثبتت الحجية وأثبتت أيضا وجوب الاتباع. وأيضا قال: ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. نعم. ها حقيقة الأمر المثلية هنا مثلية الحجية مش مثلية الرتبة. لذلك هنا المثلية مثلية حجية لا رتبة، فلا يكون نسخ لا الكتاب بالسنة ولا السنة بالكتاب. ماشي يا إمام أنت تخالفني في هذا؟ الله أكبر، رضي الله عنك، رضي الله عنك، رضي الله عنك. نعم. في ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. يبقى في القرآن والسنة ليس القرآن رتبة ولكنها وحي، لكنها ليست في القرآن رتبة. نعم. المبحث الثاني في مسألة إطلاقات الإخبار في هذا الباب: الفرق بين الخبر والإنشاء. طيب نعم ده صحيح. وش فيها؟ وحقيقة هما يتلازمان لا ينفكان. مش فيها. نعم. طيب المبحث الثالث: يبقى إذن حجية السنة. ومعنى نقول حجية السنة هذه ملزمة للجميع، ملزمة للجميع. ولذلك أقول شوف الذي يعظم مذهبا، يعظم شيخا، يعظم طريقة، يعظم اعتقادا ها على السنة، هذا ضل وأضل، فيه ضلال. لذلك من قال أنا أخذ بالأحاديث بالسنة في الفروع دون الأصول، والأصول هذا اعتقاد ولابد له من تواتر، هذا ضل مضل، ضل مضل. بل أقول السنة سواء أحد أو تواتر توجب العلم، توجب العلم كما توجب العمل، توجب العلم كما توجب. طبعا هذه المسألة اختلف فيها العلماء أساس أقوال، مسألة الأحاد طيب هل تفيد العلم ولا ما تفيد؟ وطبعا في اختلاف أيضا بينهم، يفيد العلم الضروري ولا العلم الإيش النظري. وهذه مسألة كما قلت تحصيل حاصل، مسائل كلامية هنبعد عنها، لكن لابد الأساسيات التي نحن نتكلم فيها هي أن السنة حجة تفيد العلم وتفيد العمل، تفيد العلم وتفيد العمل، لأن في أقوال ثلاثة: تفيد العمل تفيد العلم، توجب العمل لا توجب العلم، وتوجب العمل والعلم. التفصيل أن سنة الأحاد إن كانت بقرائن أفادت العلم كما أفادت العمل. يعني لو كان خرجوه في إيش في الصحيحين المسألة فيها إثبات توثيق الرواة في هذا الباب، لكن الصحيح بأن حديث الأحاد يوجب العلم كما يوجب العمل، وده عليه كثير من المحققين، عليه كثير من المحققين أنه يوجب العلم كما يوجب العمل، ردا على من رد الأحاديث وقالوا لا نأخذ بحديث الأحاد في العقائد. طيب المبحث الثاني: تعريف الخبر والإنشاء والفرق بين الخبر والإنشاء تأثيرا في الحكم، تأثيرا في الحكم. نعم. الخبر مشتق من الخبر، وهي الأرض الرخوة، والعلاقة بين ذلك وبين الخبر أن الخبر يثير الفائدة، كما أن الأرض الخبر تثير الغبار إذا قرأها الغبار. والخبر اصطلاحا هو القول الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب. يعني إذا أتاك مخبر بخبر تقول صدقت أو تقول كذبت، يبقى القول الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب. وإذا قلنا هو الذي القول الذي يتطرق إليه التصديق والتكذيب قيد أخرج الإنشاء، لأن الإنشاء لا يحتمل صدقا وكذبا، بل إنشاء أوامر أو نواهي طلب. والتصديق مأخوذ من الصدق، وهو الإخبار بالشيء على ما هو يعني
عليه، والتكذيب مأخوذ من الكذب وهو الإخبار بخلاف الواقع بخلاف ما هو عليه. إطلاقات الخبر: الخبر يطلق على المحتمل التصديق والتكذيب المقابل للإنشاء، وهذا هو اصطلاح الأصوليين، وهذا هو اصطلاح الأصوليين. وقد أطلق العلماء أيضا عن الخبر ما هو أعم من الإنشاء والطلب، وهذا إطلاق المحدثين كقولهم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن أخبار رسول الله ستشمل الأوامر والنواهي والخبر فيها، لأن حاصل الأوامر والنواهي آيل إلى الخبر، فالمأمور به والمنهي عنه في حكم المخبر عنهما. وحقيقة الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس أميرا، ولا دي مسألة أصولية مهمة جدا، ليس أميرا أن هي مستقلا، يعني النبي ليس مشرعا، النبي أصلا في حقيقة أمر إيش؟ ناقل، والنقل هنا خبر، النقل هنا خبر. بحقيقة الأمر في النبي صلى الله عليه وسلم أنه ناقل للشرع وليس مشرعا، بأنه ناقل للشرع وليس مشرعا. ويطلق الخبر على ما يقابل المبتدأ، وهذا في تخصص إيه؟ النحو. ويطلق الخبر أيضا على القضية، هو إطلاق أهل المنطق متكاملة أو غير متكاملة، المنطق. الحمد لله، الله عافينا يا رب منها، الله عافينا منها. قال الأولون الحمد لله الذي عافانا من العفاف. استغفر الله، الله يهدينا والله، الله يهدينا والله. والفرق بين الخبر والإنشاء، فالإنشاء هو القول الذي يوجد به مدلول في نفس الأمر، هو إما معدوم وإما بمعدوم مستقبل أو مستقبل، سمي بذلك لأنك أنشأته وابتكرته، يعني أنت أنشأته تريد شيئا أن يعمل أمامك حاضرا أو مستقبلا، اشرب، كل، اقعد، لا 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 تتزوج هندا، تريد هند يعني. طيب، إذن الفروق بين الخبر والإنشاء أن الخبر يحتمل التصديق والتكذيب، والإنشاء ليس كذلك. الإنشاء سبب لمدلوله، أما الخبر فليس كذلك. الفرق الثالث أن الإنشاء يتبعه مدلوله، أما الخبر فهو تابع للمخبر عنه في أي زمان ومكان. الخبر له أقسام، وهذا هو الأهم في مسألة الخبر والإنشاء. الخبر له أقسام: خبر متواتر وخبر أحاد. المتواتر لغة التواتر تعاقب الأشياء واحدا تلو الآخر، التتبع أيضا يكون قد يكون هلكا. قال الله تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي متتابعين رسولا بعد رسول. أما المتواتر اصطلاحا هو خبر عدد يمتنع مع كثرتهم تواطؤهم على إيش؟ على الكذب. يبقى الخبر الذي حمله عدد، وليس هنا حد للعدد، ما في حد له، المهم وصف، الوصف هو الذي يحكم، يستحيل تواطؤهم على الكذب. وألفت الانتباه أن هذا العدد في مسألة التواتر لا يشترط فيه إسلام ولا كفر، لا يشترط فيه إسلام ولا كفر، المهم عدد كبير جدا يستحيل تواطؤهم على الكذب، لا يشترط. فيكون الخبر العدد في هذا الباب أنهم كثرة كثيرة، يستحيل أبدا هذه الكثرة الكثيرة أن تتواطأ على الكذب. أما حديث الأحد، أحد لغة جمع أحد، ويطلق على خبر الواحد،
وفي الاصطلاح هو الخبر الذي لم يصل إلى حد التواتر. الخبر الذي يصل إلى حد التواتر يبقى يدخل تحته المشهور والعزيز والغريب. هذا خبر الأحاد، لو الخبر واحد أو عدد لا يمتنع معه التواتر على الكذب، عكس المتواتر، عكس المتواتر. الفروق بين المتواتر والأحاد، فرق جماهير العلم بين المتواتر وبين الأحاد، لا سيما في الكلام على تفاوت الأخبار في قوتها. فالمتواتر رتبة أعلى من الأحاد، وهذا ينفعك جدا عند إيش؟ عند التعادل والتراجيح في هذا الباب، لأنه هذا الذي يفيدك إذا كان متواترا الحديث متواتر وحديث آخر أحد، أنت أصلا بتقدم المتفق عليه على من فرض به أحدهم، فكيف متواتر وأحد؟ تفاوت الرتبة هنا، تفاوت الرتبة في الأخبار في القوة والضعف، ظاهره التعارض، لأن المشكلة واحدة لا اختلاف فيها ولا تعارض، لكن التعارض فين؟ في ذهن من؟ المجتهد. ها؟ ممتاز، هو ابن خزيمة ممتاز، لنرى ذلك. هو اللي أنا أقصده أنك لابد أن تعلم أن الكل خرج من مشكات واحدة، فلا تعارض حقيقة، لكن هل في تعارض؟ ها نعم، كثير من الأدلة ظاهرها التعارض، والظاهر التعارض فين؟ فين؟ ذهن المجتهد، ليس في حقيقة الأمر، لأن الجميع خرج من مشكات واحدة، وما ينطق على الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. كيف تقول؟ نعم يا شيخ، تقول ايه؟ هذا كلام أهل الكتاب، أهل الكلام. مسألة إفادة الظن أو القطع ليس من الأولين، ليس من الأولين، هذا من أهل الكلام، اخترعوه من أجل إيش؟ من أجل رد الأحاديث. يعني هذا أصلا لم يعرف في الأولين، في المتقدمين، هذه حقيقة. ولذلك كانوا الكل هي سنة، يتكلمون على السنة قبولا وإيش؟ وردا. لكن أهل الكلام هم الذين تكلموا على مسألة الظن والإيه واليقين، من أجل أن تكون تكئ لهم لرد السنة. ولذلك يقولون لا نقبل في العقائد أحاديث أحد، ما أخذوا بها من سبيل، أخذوا بهم أصلا، لا هم أخذوا به في العقائد ولا في الفروع يا عم الشيخ الله يهديك، هو أصلا لم يأخذوا به أثرا ولا بيأخذوا بالقرآن حتى، ما تخلينا نتكلم بحقهم، لم يأخذوا بالقرآن حتى. يعني هو حتى في القرآن أصلا يأخذوا به، وجعل عقولهم حاكمة على إيش؟ على القرآن، على القرآن، مش على المتواتر بس، على القرآن. يعني مش على نص السنة، بل كل الكتاب والسنة، فجعلوا العقل حاكما في هذا الباب. نحن نقبل الجزء الأول اللي هو التقسيم باعتبار الاصطلاح، أما خلاص ما استقبل، لا مشاحة في إيش؟ في الاصطلاح، ما هم يبينه تعليما تدريجا للناس في هذا الباب فقط. لا، أنكروا جملة التفصيل، لا يصح، لأن فعل الاصطلاح تكلموا فيه، لكن كما قلنا مسألة إفادة الظن واليقين، أصل من فعل ذلك هم من؟ أهل الكتاب. إذا لو قلنا المتواتر له شروط، لابد أنت أهل الكتاب، ما هم قريب من أهل الكتاب في التأويل، هم أهل الكلام لكنهم قريب من أهل الكتاب في التأويل. نعم، لا أستغفر الله، أعوذ بالله. نعم. الله المستعان. العلماء قالوا شروط المتواتر النقل جماعة عن جماعة، يستحيل تواطؤهم على الكذب، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني استمرارية من المبتدأ إلى المنتهى، طبقات السند كلها عليها هذا الوصف، وأن يكون المستند ليش؟ للحس، سماعا، رؤية. يعني هذا قيد يخرج إيه؟ القدرة العقلية، هذا قيد يخرج القدرة العقلية. وقالوا من الشروط أيضا أن أصحاب خبرهم إفادة العلم.
وأهل السنة والجماعة ما كان عندهم مسألة التفريق بين الظن وبين القطع. يقال أن واصل بن عطاء أول من تكلم في ذلك. يقال أن واصل بن عطاء أول من تكلم في هذا بأنه لا يأخذ بحديث الأحاد فيه في العقائد. ومن أوائل من نقل عنهم رد أخبار الأحاد في العقائد واصل بن عطاء قال العسكري وأول من قال الحق يعرف من وجوه أربعة: كتاب ناطق وخبر مجتمع عليه وحج عقل وحجة عقل وإجماع. وأول من قال الخبر خبران خاص وعام هو واصل. ومن نقل عنه أيضا بشر المريسي. خذ بقى أنت كل أهل البدع والضلالات الذين يقولون بمسألة إفادة الظن واليقين. قال الدارمي في رد على بشر المريسي: وادعيت أيضا في دفع أثار السلم. قال: ضحكة أو ضحكة لم يسوغك إلى مثلها عاقل من الأمة ولا جاهل، فزعمت أنه لا تقوم الحجة من الأثار الصحيحة التي تروى عن رسول الله إلا بكل حديث لو حلف رجل بطلاق امرأته أنه كذب طلقت امرأته. يعني هو طبعا في هذا الباب كما قلت على أن بشر المريسي أيضا من أصول أهل البدع الذين يفرقون بين المتواتر وبين الأحاد في مسألة الظن واليقين، مع أننا حقيقة في هذه المسألة نقول حديث الأحاد له وجهان، وجه قطع وجه إيش ظني. يعني حديث الأحاد عند أهل السنة والجماعة له وجهان، وجه قطع وجه ظن. الوجه القطع هو إيه؟ إفادة العمل وجوبا، فده وجه قطع هو الآن. والوجه الظني عندهم فيه مسألة الثبوت، الطريق الذي جاء به في هذا الباب. ونحن قلنا أن الله على ما قسم هذا التقسيم قال: وما أسماء مبهمة تفيد الإيه؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما نهاكم عنه فانتهوا. على بشر ها مشكلة كبيرة. هم حقيقة هم قوم يعني تعالوا على قبول الكتاب والسنة، لذلك الله تعالى جعلهم يعني هزوة. ومن هؤلاء عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم. أبو بكر الأصم ده غير عبد الرحمن الأصم بن الأصم. أبو بكر الأصم أيضا له شطحات عظيمة جدا. تلميذ إبراهيم بن إسماعيل أيضا إبراهيم بن علية البصري الجهمي كان ابن علية يرد خبر الواحد ويقول الحجة، مش ابن علية الراوي، ويقول حجة للإجماع. فقال له الشافعي في مناظرته: أبي إجماع رددت خبر الواحد أم بغير إجماع؟ يعني أنت لما رديته بإجماع بغير إجماع كتموا في هذا الباب. وطبعا الشافعي هذا أناس عندهم نظر، عندهم بصر قوي في هذا الباب. وطبعا كتاب الرسالة كما بينا في هذا الباب على خبر الأحد، حجية خبر الأحد مليء، الأمثلة مليئة في كتاب الرسالة على تقرير أن خبر الأحد حجة، وهو حجة في العقائد كما هو حجة في الإيش في الأحكام. طبعا عشان ما أبحث كلامي أنا ما أريد أطيل فيه، هذا ما أخذه المعتزلة تكئة من أجل رد إيش رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أحاديث المتواترة أحاديث قليلة جدا، والتواتر نوعان: متواتر معنوي ومتواتر إيش لفظي. وطبعا المتواتر المعنى أكثر من التواتر اللفظي، أما التواتر اللفظي فقليل. حتى أكثر أحاديث المتواترة أحاديث صحيح، السند لا سند إيش يعني لم يصح. يعني هذا المبحث الذي نتكلم فيه، بعد ذلك نتكلم عن بحث السنة مهمة جدا عندنا في هذا الباب، على أولا رتبة السنة، لأن السنة رتب أيضا، وبعد ذلك النسخ في السنة وكلام الشافعي في النسخ السنة بالسنة. هذه إن شاء الله يكون آخر مبحث في الباب. طيب، هل خبر الأحاد يفيد العلم اليقين؟ أولا حكم المتواتر والأحاد، اتفقت كلمة العلماء مما يعتد بقوله من أهل العقيدة والحديث والأصول والفقه على أن المتواتر يفيد العلم القطعي الضروري ويجب العمل به بلا خلاف، ولا فرق في هذا بين المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي. قال الإمام الغزالي:
ما أخبر عنه عدد التواتر فإنه يجب تصديقه ضرورة ولم يدل عليه دليل آخر. فليس في الأخبار ما يعلم صدقه بمجرد الإخبار إلا المتواتر. وطبعا كما أنه يفيد التصديق اللي هو العلم الضروري يفيده العمل يوجب العمل. حكم الآحاد ما لم يبلغ درجة التواتر. طبعا آحاد يا كان المفروض الرسم مش مهم. آحاد لم يبلغ درجة التواتر ثلاثة: غريب، عزيز، مشهور. غريب طبعا في الحكم هنا حكم ايش اسمه الحكم عليه كيف يكون الحكم عليه غريبا او عزيزا او مشهورا باقل طبقة من الطبقات يعني طبقة واحدة هي التي تعطي. تضرب مثلا لذلك طيب انما يعمل بالنيات هذه من افضل ما يضرب مثلا بهذا. يبقى اذا اقل الحكم لاقل طبقة من الطبقات غريب عزيز مشهور. العلماء اختلفوا في إفادة الخبر الواحد هل يفيد العلم اليقيني أم لا. جمهور من المحققين أن هذه مسألة مهمة نختم بها السنة. جمهور المحققين قالوا يفيد العلم الحقيقي. احنا قلنا انك لو نظرت نظرة صحيحة في هذا الباب ستجد ايش تجد ان حديث الآحاد له وجه قطعي وله وجه ظني. ففي الحالتين لابد ان تقبله علما. قالوا يفيد العلم اليقيني طبعا كما يوجب العمل. يفيد العلم اليقيني كما يوجب العمل. وهذا القول هو قول ابن حزم الظاهري والحارث المحزبي والكرابيسي تلميذ الشافعي وايضا من المالكية ابن خويزمنداد ونقل ذلك عن مالك. وايضا هناك رواية عن أحمد أن خبر الأحاد يفيد. دي مسألة مهمة جدا يعني في أبواب السنة لأنها تستقيم مع الاعتقادات لأنه رد على المعتزلة الذين اتخذوها تكئة لرد الأحاديث. وأحمد أيضا في رواية أحمد بن حسين الترمذي عنه وهو أيضا ترجيح مفخرة من مفاخر المصريين رجل فحل من الفحول رجح أنه يفيد بإطلاقه العلم اليقين. من؟ لا ابن ذخي العيد القول الثاني أن قبل أحد يفيد العلم اليقيني إذا احتفى بالقرائن. ده قول متوسط بين قولين. إذا احتفى بالقرائن يفيد العلم اليقيني. وهذا مذهب جماهير الحديث رجحه ابن حجر وغيره. وأيضا أهل الأصول والفقه قالوا بذلك. قالوا بأنه يفيد العلم إذا اخترنت به احتفت به القرائن. من أعظم القرائن التي تجعل حديث الأحاد يفيد العلم أنه يكون مخرج في الصحيحين. يقول ابن كثير ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ أبو حامد الإسفرايني والقاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية وابن حامد وأبو يعلى ابن الفراء وأبو الخطاب وابن الزاغوني وأمثال هؤلاء من الحنابلة. وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية قال وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم يعني حتى الأشعرية هم يقولون بأن القول المحتوى ده طبعا ترى ذلك النووي والشافعي وابن حجر أكثر الأشعرية يقولون بذلك كأبي إسحاق الإسفرايني وابن فورك قالوا هو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة. شوف يقول مذهب أهل الحديث والأشعرة في هذا الباب كثير منهم قالوا بأنه يفيد العلم إن احتفت به القرائن. وهذا معنى ما قاله ابن الصلاح استنباطا فوافق الأئمة في ذلك. ومن قال بأن خبر الأحاد لا يفيد العلم هو النووي وابن الأثير وابن عبد البر قالوا لا يفيد العلم بل يفيد الظن فقط. لذلك من قال بقولهم رد أحاديث الأحاد في العقائد. والصحيح أنه يفيد العلم كما يفيد العمل. يبقى حديث الأحاد يفيد العلم كما يفيد العمل. فالصحيح الراجح من الأقوال الثلاثة أنه يفيد العلم ويفيد العمل. إذن
موجب ذلك في العقائد وفي الأحكام. ففي الأحكام يوجب العمل به، هذا طبعا إن صح. لذلك أنا أقول ما دام الأمر قد صح وجب عليك القبول. هو إيش الإشكال عند من يرد؟ سيسألك سؤالا تجيبه فيرد، وإيش السؤال؟ يقول لك يحتمل عليه الكذب ولا ما يحتمل، يحتمل عليه الخطأ ولا ما يحتمل. ما دام يحتمل الكذب أو الخطأ فترد. هو أنا ما أقول له أصلا، يعني أنا سنتكلم معك في أنه في عند 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 الإثبات أن علماء الجرح والتعديل قالوا ب لا قالوا بتوثيقه طيب وتمام ضبطه. أنت هنا عندما يكون التوثيق وتمام الضبط غلب على ظنك أن النبي قال، لما غلب على ظنك غلب على ظنك. أنت الإشكال عندك أن تريد إيش؟ يقين. يقول أغلب ما تتعبد به لله على إيش؟ على غلبة الظن. ده أنت أغلب ما عبدتك بأسرها لله على غلبة الظن. يبقى إذن لابد أن يقال له بأن المظنة هنا تنزل منزلة المن، فيفيد العلم ويفيد أيضا ويفيد العمل. الذين فرقوا من عقائد الأحكام قالوا أخبار الأحاد في مسائل العقيدة لا يؤخذ به، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وهذا عجيب والله، لأن الظن هنا بمعنى إيش؟ الشك. الظن هنا بمعنى الشك. قال الإمام الشافعي أما ما كان من سنة من خبر خاصة التي يختلف الخبر فيه فيكون الخبر محتملا للتأويل وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد، فالحجة فيه عندي أن يلزم العالمين حتى لا يكون لهم رد ما كان منصوصا منه، كما يلزمهم أن يقبلوا شهادة العدول. وقال أبو الحسن الأشعري وجملة قولنا أن نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاءوا به من عند الله جل وعلا وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرد من ذلك شيئا، أن العمل بهذا القول رد الأحاد في العقائد يفضي إلى ترك كثير من الأحاديث النبوية وطرحها وعدم احترامها والعمل بها. وحق أن الله تعالى قد قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى مبحث أخير في السنة في باب السنة الأصولي في هذا الباب. إذا قلنا بحجية السنة في الأحاد وأيضا في الأحكام وفي العقائد، يبقى لنا منزلة السنة من القرآن ومنزلة النسخ. هل السنة تنسخ القرآن أو القرآن ينسخ السنة؟ هذا إن شاء الله يكون ختاما للكلام على السند على الحديث غدا. وفي مبحث المفروض أنا أدخل فيه هو مسألة إثبات الحديث، كيفية ثبوت الحديث، لكني تركته أصوليا لأننا سنأخذه مع إيش؟ مع الحديث، مع أصول الحديث وأصول التخريج سنأخذه معه. لذلك قلت نجعلها لأننا على مشارف الكلام على الضبط، كنا نتكلم على الاتصال، سنتكلم إحنا المرة الماضية تكلمنا عن العدالة أعتقد، ما تكلمنا عن العدالة في الحديث المرة الماضية، كان اتصال فقط مع قواعد الحديث فيها، قواعد الاتصال فقط. وصلنا لإيش في قواعد الاتصال؟ أنهيناها صح؟ بس أنهيناها، وقفنا عن تدريس الرسالة الخفي، ما خدنا المرسل، خدنا التدريس، خدنا الرسالة الخفي يعني نعرج عليه، ها المراسيل. يبقى بقي لنا بقى مسألة الشرط الثالث هو الضبط والعدالة، صح كده؟ فأنا خلاص بدل ما أخذه في الأصول نجعله في الحديث، يبقى لنا مسألة الضبط والعدالة لأنها مسألة من الأهمية بمكان. فنقول إذن إجمالي ما تكلمنا عليه السنة الطريقة، وفي الاصطلاح ما أضيف المسلم من قول أو فعل أو تقرير. والسنة تنقسم إلى متواتر وأحاد، متواتر وأحاد. وحقيقة الأمر الأحاد ينقسم إلى غريب، عزيز، مشهور. والتواتر والأحاد سنة ينزلان تحت عموم قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا فرق بين الأحاد والمتواتر فيما يفيده ويوجبه. فالأحاد يوجب العلم كما يوجب العمل. ولأن المتواتر لو قالوا قطعي
فإننا نقول والأحد قطع أيضا، قطع من وجه واحد. إيش هو الوجه الواحد القطع اللي فيه؟ ها؟ هو إيجاب العمل، يوجب العمل في هذا القطع. والوجه الثاني إيش؟ ظني، ظني في مسألة هو كما أنه يوجب العلم العمل فهو يوجب أيضا يوجب العلم. يعني ترجيح ابن القلعيد وقول كثير من المحققين الذين قالوا بأن الأحد بإطلاق يوجب العلم ويوجب العمل. فيبقى لنا الكلام على منزلة السنة من القرآن ومسألة النسخ ومسألة إثبات الحديث، الشروط الخمسة: الاتصال والعدالة، تمام الضبط، عدم الشذوذ، عدم العلة. فهذه ننقلها بأسرها إلى أن تأخذ غدا إن شاء الله عندما نتكلم على الحديث ونتكلم على مناطات الحكم عند العلماء في مسألة الجرح والتعديل، العدالة والضبط، وكيفية الضبط وكيفية العدالة. هذا يأتي إن شاء الله في الغد عندما نفتتح الكلام على أصول الحديث. أنا ممكن أخذ أصول القرآن أو علوم القرآن، نادر هيموت، لكن حتى لا نوقف، اصبر يا أبو حمد لا تتعجل. من الذي نداني؟ من؟ أما أنا سامع صوته، ما فيش حد يعرف يدخل يقول لي أنا وهو ده، أنا سامع صوته. لا ما قلتش، لا ما قلتش، لا بس أنا قلت أنت اللي نديك. في الوقت احنا عايزين مش لا اي حاجه، هناخد بس لانه اليوم لا يتبعنا في الدروس. هناخد الان الشمال، حديث من الشمال، علوم القران. هذا علوم القران غدا، علوم القران والحديث عشان ننهي الحديث كليه، وعلوم القران ناخد الرسم ان شاء الله. ولشيخنا همتون علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همتون علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.